السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم مس مها مصطفى، مع بعض ان شاء الله هنشرح منهج سنة تانية ابتدائي للغات كونكت بلس. طبعا منهج كونكت لسنة تانية ابتدائي انا نزلت فيه يونت 1 اول وحدة. الوحدة الاولى دي مشروحة من ملخص بيت باي بيت، علشان اللي بيتابع من ملخصات تانية انا شارحة من ملخص بيت باي بيت. وان شاء الله مع بعض في الحصة دي هنشرح يونت 1 الوحدة الاولى في منهج كونكت بلس. Look, listen and read. عندنا اول حاجة كده في conversation، محادثة ما بين الولاد دول. Hello Hannah. Hi, how are you? I am okay. Is this your ball? Yes, it is. Thank you. See you soon. تعالوا كده ما نشوف المحادثة دي بتقول ايه. Hello Hannah. مرحبا هنا. يبقى لما اجي اقول لحد مرحبا هبدأ ان انا استخدم كلمة hello وبعدين اسم الشخص. هالو هنا. ردت هنا قالت لها هاي، هاو ار يو، كيف حالك؟ يبقى علشان نسأل عن حال شخص معين بنستخدم صيغة السؤال دي، هاو ار يو، كيف حالك؟ ردت قالت لها اي ام اوكي، انا بخير. سألتها سؤال، از ذس يور بول، هل هذه كرتك؟ هل هذه الكرة ملكك؟ از ذس يور بول؟ قالت لها يس ات از، نعم انها لي. ثانك يو، شكرا لك. يبقى علشان اشكر حد بستخدم ثانك يو. See you soon. أراكي قريبا. الكلمات الموجودة في الدرس ده breakfast, lunch, go home, ready, get set يعني يتأهب، get set يعني يتأهب أو يستعد. Hi, how are you? I am fine. Good evening, good night, good morning, good afternoon. See you soon. Thank you, miss. Look, listen and say. انظر استمع وقل. It's 7 a.m. It's time for school. الساعة 7 a.m. ده يعني صباحا. 7 a.m. يعني الساعة 7 صباحا. It's time for school. انه وقت الايه؟ المدرسة. Good morning, honey. How are you? Good morning, Miss Sarah. I'm fine, thank you. صباح الخير, honey. How are you؟ كيف حالك؟ قال لها good morning miss Sarah، صباح الخير يا أستاذة سارة. I am fine thank you، أنا بخير شكرا لك. يبقى تحية الصباح عندنا good morning، وعلشان رد عليها أقول good morning، وبنقول اسم الشخص اللي بنتكلم معاه وبنقول له التحية دي، good morning honey، good morning miss Sarah. طيب ممكن أسأل عن كيف حالك، يعني عامل ايه، ازيك، اخبارك، how are you؟ رد قال لها I am fine thank you، أنا بخير شكرا لك. It's half past two. ممكن أقرأها it's half past two أو it's 2:30، بس علشان الساعة هنا رقمية بقرأها بالترتيب كده، اتنين يعني 2:30، يبقى it's 2:30 p.m. ناخد بالنا هنا p.m. يعني مساء، احنا خدنا 7 a.m. يعني 7 صباحا، a.m. يعني صباحا، لكن p.m. يعني مساء. It's 2:30 p.m. It's time to go home. إنه وقت الذهاب إلى المنزل. It's time to go home يعني بيروحوا المنزل الساعة 2:30. Good afternoon يوسف، how are you؟ هنا good afternoon مساء الخير، التحية اللي بتتقال بعد الظهر بتبقى good afternoon. يوسف how are you؟ كيف حالك؟ رد قال لها good afternoon miss Sarah. I am fine thank you. يبقى عندنا السؤال اللي بيتكرر كتير how are you؟ كيف حالك؟ تاني how are you؟ كيف حالك؟ للإجابة I am fine thank you، أنا بخير شكرا لك. How are you؟ كيف حالك؟ I am fine thank you. It's 7 p.m. Dad has arrived home from work. It's 7 p.m. يعني الساعة 7 مساء، الأب هنا مروح الساعة 7. Good evening Hannah، how are you؟ هنا بقى مغير التحية خالص ومستخدم good evening. ليه استخدمنا good evening ما استخدمناش good morning ولا good afternoon؟ لأن good morning بنستخدمها الصبح، الصبح دي تحية الصبح، لكن good afternoon التحية اللي بعد الظهر، من بعد الظهر كده، لكن good evening التحية بتاعت المساء آخر النهار خالص. ردت قالت good evening Mr. أحمد،
I am fine, thank you. مساء الخير يا أستاذ أحمد. أنا بخير شكرا لك. Look and complete. انظر وأكمل. Good. وحطت لنا space نقط مس دينا. طبعا كاتب لنا حرف الام يبقى good morning. هنكتب هنا morning. ردت قالت good morning إبراهيم how are you. نحط برضو morning. I am fine thank you. See you soon. See you soon دي معناها أراك قريبا. Good afternoon. طبعا afternoon بدأ بلتر A وآخرها N. Good afternoon هنا. How are you? Good afternoon. I am fine thank you. See you soon. See you soon يعني أراك قريبا. Language use استخدام اللغة. هنبص في الصورة number one. الساعة طبعا عندنا 7 بالظبط. أنا أستيقظ في 7 صباحا. I get up at 7 o'clock. يعني أنا get up ده فعل بمعنى يستيقظ. I get up at 7 o'clock. قبل الساعة بيجي حرف الجر at. عايز أقول الساعة 7 يبقى at 7 o'clock. طب لو الساعة 8 at 8 o'clock. طب لو الساعة 9 at 9 o'clock. يبقى قبل الساعة بيجي حرف الجر at. يبقى I get up at 7 o'clock. بعد كده بتناول الفطار طبعا الساعة 7:30. I eat my breakfast at 7:30. I eat my breakfast يعني أنا أكل أو أنا أتناول الإفطار at. شايفين حرف الجر at قبل الساعة 7:30. 7:30 دي معناها ونص. عايز أقول بقى 7:30 يبقى 7:30. طب لو 8:30 8:30. لو 9:30 9:30 وهكذا. I walk to school with my mom at 8 o'clock. يعني أنا أسير إلى المدرسة مع أمي في 8 بالظبط. يبقى عايز يعلمنا الساعة إمتى أقول بالظبط وإمتى أقول ونص. لو الساعة بالظبط بيبقى o'clock يعني 7 بالظبط 7 o'clock. 8 بالظبط 8 o'clock. 9 بالظبط 9 o'clock. طيب لو 7:30 يبقى 7:30. لو 8:30 8:30. لو 9:30 9:30. I have lunch at 1 o'clock. I eat sandwiches and I drink water. I have lunch يعني أنا أتناول الغداء at 1 o'clock الساعة 1 بالضبط في 1 تماما ظهرا. I eat sandwiches أتناول sandwiches and I drink water وأشرب ماء. Number 5. I play tennis after school at 4:30. يعني أنا بلعب تنس بعد المدرسة. إحنا خلاص تعلمنا 7:30 يعني ونص. طب 4:30 يعني 4:30 في 4:30 عصرا. I go home at 5:30. I ride my bike. I go home ده على بعضه كده تعبير أذهب إلى المنزل. Go home. Go home يذهب للمنزل. Go home أنا أذهب إلى المنزل في 5:30. أنا أقود دراجتي at 5:30. I ride my bike. يقود الدراجة ride my bike. عندنا بقى الجرامر اللي موجود في الوحدة دي. عندنا زمن المضارع البسيط present simple. Present simple زمن المضارع البسيط. تعالوا كده ما نشوف هو بيقول ايه. الضمائر عندنا الضمائر بتنقسم الى المفرد والجمع. عندنا كده هي شي ات ده المفرد. ممكن يجي ضمير فاعل هي او شي او ات او ممكن يجي الاسم المفرد. الاسم المفرد يعني ايه؟ زي مثلا احمد محمد منى. منى دي اسم مفرد شخص واحد. او ممكن اقول شي هي. يبقى انا كده استخدمت يا اما الضمير شي هي يا اما الاسم بدل الضمير منى. يبقى يا اما هي او شي او ات بنستخدمهم او الاسم المفرد. طيب عندنا بقى الجمع I, we, you, they بأول اسم الجمع. ممكن أقول we يعني نحن أو ممكن أقول مثلا منى and مي. منى ومي الاثنين دول كده يعتبر إيه؟ اسم جمع. طيب المضارع البسيط ده مس بيتكون من إيه؟ سهل جدا يا ولاد. يعني المفرد اللي هو هي she it تمام بنضيف للفعل معاه s أو es أو ies. يبقى بضيف للفعل s es i es لو الفعل عندي هي او شي او ات او اسم مفرد. طيب امتى اضيف اس وامتى اضيف اي اس؟ بضيف اس لكل الافعال ما عدا لو الفعل منتهي ب او اكس اس 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 سي اتش اس اتش بضيف للفعل اي اس. طيب عايزين كده نشوف الامثله.
He gets up early. هو يستيقظ مبكرا. هنا الفعل الأساسي أصلا get up. Get up من غير s. طيب لما شفت إن الفعل عندي he هو ضفت الفعل s بقى get up. يبقى he gets up early. She gets up early. هي تستيقظ مبكرا برضو ضفت الفعل s لأن الفعل عندي she. طب لو عايزة أتكلم عن حاجة غير عاقل أبدأ أستخدم it. gets up early برضو ضفنا اس للفعل لان عندي الفاعل at. طيب لو عايز اقول علي يستيقظ مبكرا يبقى علي gets up early. طب لو سهى سهى gets up early. يبقى انا عندي اما الضمير هي او شي او ات زي ما في الثلاث امثله الاولانيين او ممكن اسم زي علي او سهى والفعل جت حطيت له اس لان عندي الفاعل مفرد. الفاعل ايه؟ مفرد. يبقى يا اولاد لو الفاعل مفرد بضيف للفعل اس او اي اس وكمان في اي اي اس بس مش عليكم دلوقتي لما تكبروا شويه تبداوا تاخدوا امتى نضيف اي اي اس للفعل. طيب نبص بقى على العمود اللي جنبه. لو الفاعل عندي يا مس جامع انت كده قلت لنا لو الفاعل مفرد هنضيف للفعل اس او اي اس او اي اي اس. طب يا مس لو الفاعل جامع اعمل ايه؟ لو الفاعل جامع هحط الفعل بدون اي اضافه مش هضيف لا اس ولا اي اس ولا اي اي اس هحطه يا ولاد زي ما هو. يعني عندي الفعل جيت اب احطه جيت اب. امتى بقى احطه جيت اب ما اقولش جيت اب؟ لو الفعل عندي اي we you they. يبقى لو الفعل جمع I we you they الفعل مش هضيف له اي حاجة الفعل يجي معاه بدون اي اضافة. نبص كده نفس المثال I get up early we get up early they get up early you get up early. ليه يا مس get up get up get up get up ليه ما قلتش get up؟ لان عندي الفعل I we they you. خلاص كده يبقى الفعل لو عندي مفرد هي she at اضيف للفعل s او اي اس. لو الفعل يا مس عندي جمع اي وي يو ذي الفعل معاهم بدون اي اضافه. خلاص يا اولاد عرفنا المضارع البسيط بيتكون من ايه. بنقسم الى قسمين يا مفرد يا جمع. المفرد يا مس بيحب الاس او الاي اس. يبقى لو الفعل مفرد يا مس او راح حاطط الفعل ايه اس او اي اس. طب لو الفاعل يا مس جامع مش هضيف حاجه خالص للفعل ما بيحبش اس خالص ما بيجيش معاه اس ولا اي اس. ده فورم اللي هو التكوين ده شكل الجملة اللي انا هكتبها في الاثبات. طيب عايزين بقى نتعلم النفي والسؤال. الجملة المنفية بيبقى شكلها ايه يا مس؟ عندي برضو النفي بحاجتين يا doesn't يا don't. طب امتى يا مس انفي بdoesn't وامتى انفي بdon't؟ طيب بصوا كده يا اولاد doesn't فيها اس صح؟ مش احنا قلنا الاس دي بتيجي مع مين؟ الاس الشائية دي بتيجي مع هي she at صح يا ولاد بتيجي مع هي she at المفرد. يبقى doesn't اللي فيها اس هجيبها مع هي او she او at اللي هم مين؟ المفرد. يبقى هنفي بdoesn't مع المفرد. يبقى المفرد يا مسي دايما بيحب اللي فيه اس في المضارع البسيط. ايوه دايما بيجي معاه doesn't في النفي. طب يا مسي امتى بقى استخدم don't؟ don't ما فيهاش اس خالص تروح مع مين؟ تقوم راحه مع الجمع اللي هم we you they I. خلاص يا ولاد يبقى doesn't مع المفرد ودونت مع الجمع. طيب عايزين مثال he doesn't get up early. هو لا يستيقظ مبكرا. هنا doesn't معناها لا يستيقظ. هنا انا بنفي ده معناه النفي. لا النفي ايه؟ لا. يبقى he doesn't ليه هنا doesn't؟ عشان انا بصيت على الفعل لقيته بيه. خلاص يبقى هبص على اللي قبل doesn't يا مس. لو لقيت هي او شي او ات اختار doesn't. لو لقيت ايه تاني يا ولاد؟ هي او شي او ات اختار doesn't. طب لو لقيت بقى وي او يو او زي او اي اختار don't. you don't get up early يعني انت لا تستيقظ مبكرا. تمام كده يا ولاد. يبقى don't مع وي او يو او زي او اي. يبقى بص كده على الفعل اللي قبل don't او doesn't. لو لقيت هي وشي وات نختار على طول doesn't يا مس لو جالي في الاختيارات. طب لو لقيت وي ويو وذي واي هختار don't وانا مغمض. خلاص يبقى مع المفرد نختار doesn't ومع الجمع نختار don't. بس ناخد بالنا من حاجة بعد don't و doesn't ايه اللي بيجي بعدهم؟ الفعل في المصدر بدون اي اضافة. يعني هحط الفعل يا ولاد بدون اي اضافة بعد don't و doesn't. يعني يا مس انت كنت قلت لنا هي وشي وات بيجي معاهم الفعل في اس او اي اس. ايوه ده لو الجمله مثبته. طب لو منفيه وفي doesn't الوحش الكبير طالما يا ولاد موجود في الجمله
بنقول على الظن ده ايه؟ وحش كبير. اول ما بيجي بنشيل الاس او الاي اس من الفعل، زي ما انتوا شايفين كده doesn't get up، get up بدون اس، ما قلتش gets. ليه ما قلتش he doesn't get up؟ لان طالما عندي doesn't ما ينفعش احط اس. خلاص كده، خلاص يا مس. طيب السؤال بقى عندنا، السؤال برضو بينقسم الى شكلين، ابدا السؤال بدز او ابدا السؤال بدو. الشاطر بقى اللي مركز معايا هو اللي هيقول لي امتى استخدم دز اللي فيها اس وامتى استخدم دو اللي ما فيهاش اس. هستخدم يا مس دز اللي فيها اس، انت قلت لنا مع المفرد هي شي ات بيحب دايما الاس، يبقى دز هتيجي مع الفاعل هي او شي او ات. يعني اقول دز هي او دز شي او دز ات. خلاص يبقى does he او does she او does it. طب لو do يا مس في العمود الثاني هتيجي مع مين؟ هتيجي مع الجمع اللي هم we او you او they او I. خلاص نبص كده على السؤال الاول، does he get up early؟ هنا does معناها هل، ودو يا ولاد كمان معناها هل، يبقى لما ببدأ بdoes او do بيكون معناهم هل. does he get up early؟ هل هو يستيقظ مبكرا؟ طيب do you get up early؟ هل انت تستيقظ مبكرا؟ يبقى مع does شايفين جاي الفعل هي does هي، لكن مع do جاي الفعل يو do you. يبقى مع does بيجي هي او she او it المفرد، مع do بيجي we او you او they او I الجمع. طيب لو عايزة اجاوب بقى يا مس، هما اجابتين بس yes or no، yes نعم no لا. يبقى السؤال اللي بادئ بدو او does لهم اجابتين بس يا مس، اتنين بس. ايوه اتنين بس، yes or no، أيوة أو لا. يعني لما أقول هل هو يستيقظ مبكرا does he get up early، الإجابة لو هو أيوة يبقى yes he does. مكان النقط ده بنحط الضمير اللي موجود في السؤال، يعني السؤال عندك هو does he get up early yes he does، حطيت هي مكان النقط لأن عندي الفاعل في السؤال هي، يبقى yes he does. طب لو لأ no he doesn't، no بيجي معاها دايما النفي doesn't، لكن yes بيجي معاها does بدون نفي. طيب لو عايزة اجاوب على السؤال اللي بادئ بدو، do you get up early yes I do او no I don't، ناخد بالنا ان انا حولت you ل I، you في السؤال تتحول I في الاجابة. كده يا ولاد نكون خلصنا زمن المضارع البسيط اللي هو simple present، عرفنا الاثبات وعرفنا النفي وعرفنا السؤال وازاي نجاوب على السؤال ده. طيب جايب لنا قطعة كده بسيطة عشان نحلها ونتدرب كمان على القراءة، اقرأوا بقى ورايا في البيت. Look and read. I get up at 6 o'clock. I eat my breakfast at 6:30. I walk to school at 7:30. I have lunch at 1 o'clock. I play tennis at 4:30. I go home at 5:30. بالراحة كده منشوف read and put true or false، هنحط صح يا ولاد أو غلط. I go home at 7 o'clock. تعالوا كده ما نشوف الجملة دي فوق. I go home اهي في الاخر خالص، اهي مكتوب I go home at 5:30 وجايبينها في السؤال I go home at 7 o'clock، يبقى طبعا غلط false، هنحط غلط. السؤال التاني I get up at 6 o'clock، نفس الجملة فوق خالص في اول القطع I get up at 6 o'clock، بصحى الساعة 7، يبقى true صح. Number 3 I play tennis at 4:30. تعالوا كده اما نشوف play tennis الساعة كام. I play tennis at 4:30 صح في الجملة، نفسي في السؤال، يبقى true صح. Number 4 I eat my breakfast at 3:30. الساعة 3:30 بتناول الإفطار، طبعا هي فوق بتقول I eat my breakfast at 6:30، يبقى غلط مش 3:30 هي 6:30، يبقى false غلط. I have lunch at 1 o'clock، بتناول غداء الساعة 1. تعالوا ما نشوف I have lunch at 1 o'clock true صح، نحط صح. الأخيرة I walk to school at 9 o'clock، بذهب إلى المدرسة الساعة 9. منشوف كده في السطر الثاني في النص I walk to school at 7:30، يبقى طبعا كلام تحت غلط لأن هي ما بتروحش at 9 o'clock. Read and complete with does doesn't. هنبدأ ان احنا نحط يا does يا doesn't. هو جايب لنا سؤال وعايز الاجابة، نحط فيها يا does يا doesn't.
بص كده نمبر 1 does Amira have breakfast at 7 o'clock no she مع النفي نو هنحط does ولا doesn't طبعا مع نو نحط doesn't انا دايما اقول لكم مع نو بيجي النفي يبقى نو شي ايه doesn't هناخد كلمة doesn't دي ونحطها هنا يبقى نو شي doesn't خلاص نمبر 2 does she have lunch at 1 o'clock yes she طبعا هنحط does yes she does نمبر 3 does she play tennis at half past 3 هنا يقصد 3 no she doesn't هنحط doesn't مع no يبقى انا دايما مع no بحط ايه doesn't يبقى no she doesn't Number 4 does she go home at half past 5 yes she هنحط does math يعني الرياضيات let's count هيا بنا نعد and tell time ونخبر الوقت look read and say انظر اقرا وكل عند السؤال عن الوقت بنستخدم صيغه السؤال دي what is the time what is the time ما الوقت للاجابه it's زائد بقى الوقت It's 9 o'clock, it's 8 o'clock, it's 10 o'clock, it's 7 o'clock أيا كان الوقت بنستخدم it's وبعدين بنحط الوقت طيب نبص كده على الساعة الولد ده ماسك الساعة فيها الساعة 9 بالظبط يبقى it's 9 o'clock طيب لو الساعة 2:30 يبقى it's half past 2 ده اللي قلت لكم عليه وأنا بشرح في الأول لو الساعة بالظبط أقول o'clock لو نص أقول half past يبقى لو بالظبط لو مثلا 6 بالظبط it's 6 o'clock طب لو 6:30 it's half past 6 الطالب بيتعرف ازاي يقول بالظبط وازاي يقول ونص it's 7 a.m. طبعا في الصباح in the morning بيبقى بدري جدا الصبح يبقى استخدم a.m. ده معناها صباحا it's 7 a.m. طيب لو الساعة 2 بقى بعد الظهر هنا خلاص مش صباحا بعد الظهر يبقى it's 2 p.m. p.m. معناها مساء لو 7 مساء it's 7 p.m. 10 مساء it's 10 p.m. يبقى صباحا a.m. لكن مساء p.m. يبقى الفرق بين a.m. و p.m. a.m. صباحا p.m. مساء time يعني الوقت what is the time It's 8 o'clock الساعة 8 What is the time? It's 8 o'clock طب لو الساعة 2 وتلت It's 2:20 It's 2:20 20 20 طبعا لما بقى العرب الكبير على 4 بيبقى وتلت 20 طب لو على 3 بيبقى 15 15 كل مدى ما بنزود 5 5 يعني لو على 3 يبقى 15 15 لو على 4 يبقى 20 20 20 لو على 5 لو عرب الكبير على 5 هيبقى 25 25 طب لو على 6 بالظبط ونص ونص احنا عارفين 30 30 يبقى هنزود 5 5 يبقى 30 وهكذا كل مره ما بنزود A 5 it's 220 count to 100 عد لي 100 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Look, listen and read. انظر استمع واقرأ. My name is Dahlia. These are my parents. My mom has curly brown hair. My dad has short black hair. These are my grandparents. My grandma and grandpa have gray hair. My grandpa is tall. My grandma wears glasses. My grandparents have 5 grandchildren. I have 1 brother and 1 sister. I have 2 baby cousins. طيب نترجم مع بعض. My name is Dahlia. اسمي داليا. These are my parents. دول الوالدان الأب والأم. My mom has curly brown hair. يعني مامتي تمتلك أو لديها curly brown hair. يعني شعر مجعد أو مموج لونه بني زي ما انتم شايفين في الصورة كده. My dad has short black hair. Dad لديه شعر اسود قصير. Dad اللي هو لابس ايه glasses نظارة. These are my grandparents. هؤلاء الجد والجدة.
My grandma and grandpa have gray hair. الاثنين لديهم شعر ايه؟ رصاصي. gray. My grandpa is tall. جدي طويل. My grandma wears glasses. جدتي لابسة نظارات زي ما انتم شايفين في الصورة اهو. My grandparents have five grandchildren. عندهم خمس احفاد. grandchildren يعني الاحفاد. I have one brother and one sister. انا امتلك اخ واخت. I have two baby cousins. لدي اثنين ولاد عم. طيب الكلمات اللي المفروض نطلع بيها من القطعة دي والطالب يحفظها: parents, magazine, curly hair, brown, black, sister, brother, grandparents, grandpa, grandma, grandchildren, baby, cousins. reading and speaking. القراءة والتحدث. زمن المضارع المستمر present continuous tense. هنشرح مع بعض دلوقتي زمن المضارع المستمر. انا شرحت زمن المضارع البسيط، قلت لكم التكوين، الاثبات، النفي، السؤال. دلوقتي هنتعرف على المضارع المستمر. من اسمه كده مضارع مستمر. يعني ايه مستمر؟ بيعبر عن حدث او فعل مستمر يحدث الان وقت الكلام. يعني انا مثلا دلوقتي بتكلم، في حد دلوقتي جنبي مثلا قاعد بيكتب، الشخص اللي بيكتب ده قاعد بيكتب دلوقتي حالا الان وقت الكلام. يعني مثلا لو في حد قاعد بياكل، الشخص ده بياكل دلوقتي، يبقى الفعل اللي بيعمله ده اللي هو بياكل ده في زمن المضارع المستمر. مضارع ومستمر دلوقتي حالا يا ولاد. لو في حد قاعد بيلعب كوره مثلا دلوقتي حالا وانا قاعده دلوقتي بتكلم، يبقى الشخص ده بيعمل الفعل ده في زمن المضارع المستمر. يعني الفعل بتاعه مستمر دلوقتي في المضارع، شغال دلوقتي، بيلعب، بياكل، بيشرب، وهكذا. طيب بيتكون من ايه المضارع المستمر يا ولاد؟ بيتكون من الفاعل subject اللي هو الفاعل. ايه الفاعل عندي؟ ممكن يبقى ضمير زي ما انتم شايفين كده تحت كلمة subject مكتوب I انا، او ممكن هي she it ضمائر مفردة، او ممكن we they you ضمائر جمع. يبقى دي الضمائر اللي عندي في الانجليش اللي ببدأ بيها اي جملة في الانجليزي، بتبقى ضمائر فاعل او ممكن اسم. ممكن بدل هي هو اقول محمد، ممكن بدل شي هي اقول منى. يعني مش لازم اقول شي، ممكن اقول منى، ممكن اقول مي، ممكن ابدا الجمله بالشكل ده. خلاص تمام. طب عندي اي بيجي معاها ام، اي هيجي معاها ام. ناخد بالنا بقى ان الفعل اللي جاي بعد ام اللي هو الفيرب بلس اي ان جي، يعني بضيف للفعل اي ان جي. يبقى هضيف للفعل ايه يا اولاد؟ اي ان جي. طيب لو عندي ضمير الفاعل هي هو شي هي ات هو او هي الغير العاقل او اسم مفرد، يعني سواء كان الضمير مفرد او الاسم اللي جاي مفرد، منى بس او مها بس او علي بس، استخدم معاه از. يعني هي از، شي از، ات از، او منى از، مها از، وهكذا. طبعا انا بقول لكم لسه بدايه الجمله، تكمله الجمله. بنضيف بقى للفعل اللي جاي بعد از اي ان جي. طيب لو عندي ضمير الفاعل جمع we you they، هيجي معاهم are we are they are you are، وبرضو الفعل هيجي فيه ing. يبقى تكوين زمن المضارع المستمر تاني: I بيجي معاها am plus verb ing، he she it بيجي معاهم is plus الفعل فيه ing، we you they بيجي معاهم are plus فعل ing. ده سؤال: What is he doing؟ ماذا هو يفعل؟ اللي بيعمله دلوقتي، هو دلوقتي حالا بيلعب على البيانو، بيعزف البيانو. يبقى هو دلوقتي حالا هبدأ ان انا اجاوب في صيغة المضارع المستمر. هو يعني هي بيجي معاها is والفعل ing. تعالوا كده اما نشوف: He is playing the piano. He is والفعل play ضفنا له ing، بقى playing the piano. طيب What are you doing؟ ماذا تفعل؟ انا اقرا كتاب. انا يعني اي بيجي معاها ام، يبقى اي ام ريدنج، بضيف للفعل ريد اي ان جي، ا بوك. اي ام ريدنج ا بوك. وات ار ذي دوينج؟ ماذا يفعلون؟ هنا جمع، هقول هما، يبقى ذي ار ليسننج تو ميوزك. ذي جاي معاها ار والفعل ليسن ضفنا له اي ان جي، بقى ليسننج تو ميوزك. يبقى وات از هي دوينج؟ هي از بلاينج ذا بيانو. وات ار يو دوينج؟ اي ام ريدنج ا بوك.
What are they doing? They are listening to music. عندنا الفعل do يعني يفعل ضايفين له ing doing في السؤال لان عندي is معاها هي يبقى السؤال ده متكون في زمن المضارع المستمر. طالما شفت is معاها فعل ing او are معاها فعل ing اعرف ان ده زمن مضارع مستمر لان المضارع المستمر يا اما هلاقي فيه am او is او are بلس الفعل ing am is are verb ing. story يعني قصة موجود قصة كده عند الولاد بسيطة. a game in the park يعني لعبة في الحديقة. narrator اللي هو الراوي الشخص اللي بيروي. أمير فارس. أمير hello فارس do you want to come to the park. hello أمير that's a great idea. أمير I have a new kite. فارس let's fly it. أنا أمير بيقول له do you want to come to the park. هل تريد أن تأتي إلى المنتزه؟ رد فارس قال له hello أمير that's a great idea يعني تلك فكرة عظيمة. أمير قال له I have a new kite لدي طيارة جديدة. فارس قال له let's fly it هيا بنا إيه نطير. narrator الراوي بيقول فارس and أمير walk to the park with أمير's parents. فارس good morning how are you. mom and dad We're fine, thank you, Faris. Mom, Faris, this is Amir's granddad. Amir, hello, it's nice to meet you. Granddad, it's nice to meet you too, Faris. Faris بيقول good morning, how are you? صباح الخير, كيف حالك أو كيف حالكم؟ لأن بقى اللي هيرد الأم والأب. ردوا قالوا we're fine, نحن بخير. Thank you, Faris. شكرا لك, Faris. الأم بتقول Faris. This is Amir's granddad يعني ده جد أمير. أمير قال hello it's nice to meet you مرحبا من الجميل أو من اللطيف مقابلتك it's nice to meet you. رد الجد قال له it's nice to meet you too نفس التحية اللي هو قالها له إنه من اللطيف مقابلتك أيضا وزود عليها too يعني أيضا فارس. narrator They walk to the park يعني هما يذهبوا إلى البارك المنتزه. أمير This is a nice place look at my kite It's blue and red Faris It's great Dad Let's fly it here Faris It's a windy day now أمير Yes it is Look my kite is flying Faris Let's run أمير أمير بيقول This is a nice place يعني هذا مكان لطيف. Look at my kite انظر إلى طائرتي. It's blue and red إنها لونها إيه أولاد أزرق وأحمر. فارس قال له It's great إنه عظيم. Dad قال Let's fly it here هيا نطيرها هنا. فارس It's a windy day now يعني إيه بقى إنه عاصف اليوم أو الآن الجو عاصف دلوقتي يوم عاصف. Windy day يعني يوم عاصف now الآن. أمير yes it is look نعم إنه كذلك انظر my kite is fly طائرتي بتطير let's run أمير هيا نجري أمير. narrator فارس and أمير are running the kite is flying in the sky. dad أمير be careful there are two kites. فارس look it's my cousin وائل he has a kite too. وائل Hello, Faris. Hello, Amir. I like your kite. Faris, it's nice to see you, Wael. Wael, we're having a picnic. Do you want to come with us? الشخص اللي هو الناريتور اللي بيروي بيقول فارس وأمير are running بيجروا the kite is flying in the sky طائرة بتطير في السماء زي ما انتم شايفين في بقى طيارتين دلوقتي في السماء. الأب بيقول أمير be careful كن حذر there are two kites في طيارتين. فارس قال له look it's my cousin وائل إنه ابن عمي أو ابن خالي he has a kite too هو لديه طائرة أيضا. وائل قال له hello فارس مرحبا فارس hello أمير مرحبا أمير I like your kite أنا أحب طائرتك. فارس رد قال له it's nice to see you وائل إنه من اللطيف رؤيتك وائل. we're having a picnic picnic هنا يعني نزهة خلوية بيجي معها الفعل have a picnic يعني يتنزه في نزهة خلوية. do you want to come with us هل تريد أن تأتي معنا. فارس قال له yes please أيوة من فضلك. فارس وأمير قالوا yes please
narrator saw Amir's family and Wael's family all have a picnic together. يعني عيلة أمير وعيلة وائل كلهم بقى have a picnic together، يعني بيتنزهوا في نزهة خلوية مع بعض. What a lovely day، له من يوم رائع. lovely يعني حلو محبوب، يوم حلو يعني مبسوطين كلهم. الكلمات ده اللي هيطلع منها الطالب من القصة دي: park، sunny، quiet، grandpa، butterfly، scissors، special، cookies، windy، careful، picnic، together، lovely، birthday، meal، color. عندنا حاجة اسمها life skills، مهارات حياتية. عند تقديم عرض لشخص نقول would you like، لو انا عايزة اقدم عرض لشخص ما اقول له would you like، would you like، وعند الرد نقول yes please، نعم من فضلك. مثال: would you like a drink، هل تريد مشروب؟ yes please، نعم من فضلك. listen and read، استمع واقرأ. it's my grandma's birthday today، my family is having a special meal، my cousins are at our house، I am helping my mom with the food and drink، my sister wants cake، my cousin would like an ice cream، I would like some cookies. كده نكون خلصنا يونت 1 الوحدة الأولى في منهج كونكت بلس لسنة تانية ابتدائي. انتظروا ان شاء الله يونت 2 الوحدة التانية. let's get fit.